السلام عليكم ورحمة الله. جيتكم اليوم فيديو جديد، فيديو على الكروشي، دروس الكروشي. اليوم عندنا زهرة، طريقة عمل زهرة بسيطة وسهلة جدا، يعني بتخدميها في وقت قصير. نبدأ على بركة الله. بسم الله. أنا استعملت هنا الصوف كما راكم تشوفوا، خشينة شوية باش تبان لكم الخدمة مليح فقط. واستعملت إبرة كروشي رقم 3 كما راكم تشوفوا، رقم 3. نبداو بسم الله على بركه الله. نخلو الخيط كما العاده، نخلو شويه خيط ونديرو عقده البدايه كما راكم تشوفوا. نعمل الان 7 سلاسل. السلاسل شفناهم قبل يا بنات، يعني نعملو 7 سلاسل. بسم الله. اللي ما تعرفش تعمل سلسله تبدا تشوف الدرس الاول تاع الكروشيه. نبدأ بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7. الآن نغلقوا في السلسلة الأولى كما راكم تشوفوا، نغلقوا بمنزلقة هكذا. يبقى لي هذا الخيط تاع البداية نخلوه. الان نطلع ب3 سلاسل واحد اخرين كما راكم تشوفوا. 1 2 3. الان داخل الدائره نعملوا 3 اعمده. الاعمده شفناهم قبل البنات، بصح اليوم عندنا العمود ماشي بلفه واحده، يعني ماشي بدوره واحده، ب2. تابعوا معايا الطريقه، يعني طريقه سهله ماشي صعيبه. 1 2، هذو هما 2. الان ناخذ العمود الاول. الان شوفوا شحال عندي من خيط فوق الكروشي. عندي 1 2 3 4 5. نخرج من 2 ونعاود نلف الخيط، يولو عندي 4. نخرج من 2 يولو عندي 2، نعاود نلف الخيط ونخرج. هذا العمود الاول. الان نعمل بنفس الطريقه 3 اعمده واحد اخرين. نلف الخيط ونخرج، نلف الخيط ونخرج من 2، نعاود نلف الخيط ونخرج. هذا العمود التالي. الان نلف الخيط مرتين وندير العمود الثالث. نخرج من 2 ونلف الخيط ونخرج من 2 ونعاود نلف الخيط ونخرج. هنا عملنا 3 اعمده. هذه السلسله الاولى، 3 سلاسل اللي طلعت بهم، وعندي 3 اعمده. نعاود ندير 3 سلاسل ونغلق بمنزلقه. نغلقو داخل الدائره هنايا كما راكم تشوفوا يا البنات، نغلقو داخل الدائره بمنزلقه. هكذا نعاود نوري لكم باش توضح لكم مليح. عملنا 3 سلاسل، ندخلو داخل الدائره، نسحبو الخيط ونخرجوا بمنزلقه كما راكم تشوفوا. المنزلقه تاني قدرناها مقبل يا بنات في الدروس الاولى تاع الكروشي. نعاود الان نطلع ب3 سلاسل. نعاود نطلع ب3 سلاسل ونعملوا 3 اعمده واحد اخرين. العمود الاول نلف الخيط على 2 ونخرج ب2 ونعاود نلف الخيط ونخرج. نعاود نلف مرتين ونخرج، ندخل ندير العمود الثاني، نلف الخيط ونخرج من 2، نلف الخيط نخرج من 2. ان شاء الله تكون واضحه. ونلف الخيط ونخرج، نعاود نلف مرتين وندير العمود الثالث، نلف ونخرج. ان شاء الله يا بنات تكون الخدمه عندكم وتكون واضحه. اي حاجه ما فهمتوهاش بنات خلوها لي في التعليقات. نعاود ندير 3 سلاسل ونغلق بمنزلقه. الان انا درت 2 يا بنات. الورده تاعي او الزهره تاعي لازم لها 3 كيما هادو، نروح نكمل 3 واحد اخرين، يعني الزهره كامل لازم لها 5 بتلات. نكمل ونرجع لكم.
الان يا بنات بعد ما عملت الزهرة البتلة الخمسة، الان حنقفل قدامكم. عملت 3 اعمدة كما العادة، وعملت 3 سلاسل، والان نقفل بمنزلقة ونغلق الخدمة تاعي. يعني الخدمة تكون مزيلة، ما تخافوش، دنوها فقط كما راني ندير انا، وقفلوا لتحت بمنزلقة. هنا تقفلوا بمنزلقة. لحظة نعاود نوري لكم هذه مليح. نقفلوا بمنزلقة كما راكم تشوفوا هنايا. هنا الآن نقص الخيط تاعي كما راكم تشوفوا، نقطع شوية زيادة باش ننظف خدمة تاعي. الآن نخرج منها، نخرج من ونعقد كما راكم تشوفوا البنات، ونجبد الخيط هكذا، يعني نزير خدمتي. والآن عندي زهرة 5 بتلات. دوكا نعاود نجبد الخدمة، هذا خيط البداية تاعي، نعاود نجبدو مليح، نزيرو كما راكم تشوفوا يعني من الوراء، وهكذا هاي البتلة تاعي واجدة، يعني نفسها، شوفوا نفس الزهرة نفسها، عندي فيها 5 بتلات. الآن ننظف خدمة تاعي، خدمتي ما نخليهاش هكا، لازم ننظفها. باه ننظفها لازم لي عفوا إبرة، إبرة التنظيف اللي هي هادي. نعمل الخيط لداخل، لاني ما وريت لكمش مقبل كيفاش نطفو العمل تاعنا كي نخدمه كيما راكم تشوفوا. وندخل بين، يعني في الظهر هذه ماشي في الامامة، في ظهرها، يعني ندخلو هكذا. عفوا باسكو الابره تاعي انايا شويه يعني من نوع الخشينه شويه. دوكا نقطع الخيط كما راكم تشوفوا، دوكا نقطع الخيط تاعي، ننظف خدمتي، نزيد ندخل هذا خيط، هذا الخيط النهائي البداية هذا. نبداو بخيط، نكملو بالخيط البداية، هايديك خيط البداية ما نخليهش منها، نعاود نجبدو من تحت هكذا وندخلو كما راكم تشوفوا هكذا. هكذا غطيت خدمتي ونزير مليح البنات كما راكم تشوفوا، نجبد مليح في خدمتي باش كي نقلبها تجي زهره واضحه، ورده واضحه باينه هيك. هكذا كما راكم تشوفوا. دوكا نقطع الخيط تاعي، وهكذا الزهره تاعي راهي مكمله. هذا هو فيديونا لنهار اليوم يا بنات، ان شاء الله ينال اعجابكم. اي استفسار او سؤال او حاجه ما فهمتوهاش خلوا لي في التعليقات ونرد عليكم باذن الله. الان دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.